ميعادنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما عملت لك النهارده في الفصل الاولاني رز بلبن بتفاصيله وحركات الشيف حسن احلى 100 مره بتاع المحلات، وعملت لك بودنج السميت اللي هو بودنج السميت بودنج بتاع سميت البسبوس، دخلت ده الفريزر وده هسيبه يبرد ياخد درجه حراره المطبخ بتاعك، وبعد كده دخليه الثلاجه. حبيبات قدامك اهي منوره وزي الالماس بالظبط بتفاصيله انه خرط واستوى. عشان تنجح معاكي لازم تنقعي الرز بتاعك من 3 ساعات ل4 ساعات، وبعد كده ارفعيه على النار مع التقليب لحد ما يغلي، بعد ما يغلي هدي النار واقعدي قلبي فيه لحد ما يخرط، بعد كده تديله قشطه، تديله زبده، تديله فانيليا، ماء ورد، ماء زهر، في الاخر خالص بعد ما يستوي تديله السكر هيحل، قلبي فيه على نار هاديه لحد ما يربط تاني وصبيه يطلع عندك كده. اما السمولينا بودنج حطيت اللبن على النار غلي، حطيت له السميط لحد ما استوى، طعمته فانيليا، طعمته ماء ورد، ماء زهر، طعمته قرفه، واديته كمان سكر، واديته معلقه زبده ومعلقه قشطه، وبعد ما استوى اديته اصفر بيض، وبعد كده اديته زبيب. تقدري تعمليه في حاجه ثانيه، تديله كمان مارنج وكريمه، لكن انا بسهل عليكي بس لحد كده اصفر بيض ودخلناه الفريزر. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38 55 0017، من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعالي نعمل مأمونية. عشان أعمل مأمونية بعمل إيه؟ بحط معلقة سمنة على النار تسيح، وبجيب نص كوباية سميط عشان أحمص، وبعلق على الدار على 5 كوبايات من اللبن كامل الدسم زي ما أنت شايف كده، وبحط عندي كوباية سكر على اللبن وسنة قرفة، يبقى السكر واللبن والقرفة يدفع عندي على محمص السميط. ادي المأمونية قدامك اهو، حطيت لبن وطعمته بالسكر وبالقرفة كده زي ما انت شايف كده قدامك اهو، وعندي هنا معلقة السمنة البلد الجميلة قدحت، اول ما تقدح عندي بحط لها نص كوباية سميط وحمصها. خدي بالك من التفاصيل اهو، حمصي السميط مع السمنه كويس قوي ياخد اللون الذهبي الفاتح، خطواتك كده كلها قدامك اهو. يا دي المأمونيه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. جبنا معلقه سمنه بلدي، نص كوبايه سميط، قلبي فيها لحد ما تتحمص كويس، وفي نفس الوقت جايبه اللبن ومطعماه قرفه باودر، ومداله كوبايه سكر للطعم. قدامك التفاصيل كلها قدامك اهو عشان تعملي المأمونية. المأمونية دي برضو تقدري تصبيها في كاسات، في فورم بتاعت الكريم كراميل، تقدري تحطيها في بايركس زي ما انت عايز، تفاصيلك كلها قدامي. اهم حاجة تحمصي السميد ده في معلقة الزبدة البلدي. بصي كل التفاصيل كده قدامك اهو، ادي معلقة الزبدة، خطواتك كده اهو، مع نص كوباية سميد. لازم تتحمص، تستعجليش عليها، حمصيها كويس. وادي اللبن بتاع المأمونيه، لبن وسكر وقرفه باودر، خطواتك كده كلها قدامك يا جمالك. بعد ما اخلص المأمونيه بتفاصيلها وحركاتها هعلق لك بقى على المهلبيه في الفرن، كريمه الفرن. كريمه الفرن ايه الفرق بينها وبين المهلبيه؟ هي هي بس هدخلها الفرن تاخد جراتان. خطواتك كده كلها قدامك اهو يا جمالك، يا حركاتك يا تكاتك. بص التفاصيل، ادي المأمونيه، لازم تحمصي السميد كويس قوي مع الزيت السمنه البلدي، وزي ما انت شايف السكر في القرفه مع اللبن مع بعضه على النار يدفى على ما تحمصي السميد. السميد ما ياخدش لون غامق عشان يشرب اللبن اما احطه عليه، ياخد لون ذهبي فاتح. استاذ ياسر جابهولك اهو بتفاصيلك عشان تشوف التفاصيل قدامك. يبقى معلقة سمنة بلدي، نص كوباية سميط، حمصيها تاخد لون ذهبي فاتح، 5 كوبايات من اللبن، كوباية سكر، ذرة من القرفة الباودر. خطواتك كده كلها اهو يا جمالك، ما تستعجليش عليها، حمصيها كويس قوي تاخد اللون الذهبي الفاتح، وبعد كده نبدأ نعمل كل التكنيك اللي انت عايزاه، وتكوني مجهزة البايركس بتاعك وخطواتك كلها قدامك. هنا بقى عشان المهلبية يا عم ياسر، هنا عشان المهلبيه بتاعتي. المهلبيه بتاعتي حطيت 5 كوبايات من اللبن كامل الدسم عشان اغذي ولادي، اطعمه معلقه زبده او معلقه قشطه، معلقه لبن او معلقه زبده او معلقه قشطه، شويه ماء ورد او ماء زهر،
كده زي ما انت شايف قدامك اهو، يدفع عندي وارجع تاني للسميد بتاع المأمونيه. يبقى انا حطيت هنا اللبن وحطيت له ماء ورده او ماء زهر وحطيت له معلقه قشطه ومعلقه زبده وحطيت له السكر. تعالى نرجع هنا للسميد. السميد بدأ يتحمص اهو زي ما انت شايف. تعالى كده اهو اتحمص كده اهو يا ياسر، هو ده اللي انا عايزه. نقطه تكه بسيطه جدا، يبقى دهبي فاتح مش دهبي غامق عشان يمتص اللبن. لو هو غمق مش هيمتص اللبن، خدي بالك من التركه دي، ما تغمقيش السميد، قلبي فيه كويس، قلبي فيه كويس، قلبي فيه كويس. خطواتك كده كلها قدامك اهو. تستعجليش عليه، حمصيها كويس قوي في معلقه السمنه البلدي، نص كوبايه سميد، وتكوني مدفيه اللبن اللي فيه السكر والقرفه، وبعد كده هنرفع عشان تعملي احلى مأمونيه. تقدري تعمليه في الاطباق الواسعه الكبيره، البايركس الكبير مدور، فاهم ازاي اقول لموسى عليه؟ أو تقدري تعمليها في أي بولة زي ما أنت عايزة. بص هنا الحبيبات بتاعتك زي ما أنت عايز كده، زي ما أنت شايف، زي ما أنت شايف كده، هو اللون ده الذهبي اللي إحنا عايزينه، فاهم إزاي؟ هو ده يا جمالك يا تفاصيلك يا عم ياسر. اتحمصت كده، نروح جايبين بقى اللبن ده هنا. بص يا ياسر، اللبن ده كوباية الخمس كوبايات لبن فيها كوباية سكر وشوية قرفة باودر، مش أكتر من كده، تمام كده أهو قدامك هنا دولم. تعالى بقى يا ياسر ناخد السميد ده نحطه هنا واحدة واحدة كده. تعالى بص التريكات والحركات، جمال كده تمام. تعالى بقى اهو حضفت عليها، اقلب كده اهو، بص التفاصيل، قلبي بقى كده لحد ما يشرب اللبن بتاعي ويستوي واحدة واحدة كده. قلب 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 يا جمالك يا تفاصيلك. يبدأ حبيبات السميد تمتص اللبن بتاعي، تمتص اللبن بتاعي زي ما انت شايف بكل تفاصيلها واحدة واحدة. يبقى كده زي ما انت شايف قدامك، عشان تعمل المأمونية بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها هنعمل ايه؟ هنحط الخمس كوبايات لبن، وبعد كده هحط لها سنة من الفانيليا بسنة من القرفة وكوباية من السكر، واحدة واحدة كده مع بعض عشان تشوف التفاصيل. وبعد كده هبدأ أحمص السميد بتاعي، أحمص السميد بتاعي في معلقة سمنة بلدي لحد ما ياخد اللون الذهبي واضيفه عليه واقعد اقلب فيه كده لحد ما يستوي ويشرب اللبن واصبه. وانا معاك كده اهو يا ياسر، ابص على المهلبيه. المهلبيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن عباره عن خمس كوبايات من اللبن، كوبايه سكر، شويه ماء ورد او ماء زهر او فانيليا، ومعلقه من الزبده او معلقه من السمنه من القشطه البلدي. بص كده اللبن بدا يسخن وكله اهو، احط له كوبايه سكر لاكتمال عمليه التذوق. ادي كوبايه السكر اهو كله داب عندي اهو زي ما انت شايف. فاضل لي هربط بس النشا. تعالى بقى بص هنا المأمونيه. المأمونيه بدات تستوي وبدات تغلي قدامك اهو يا ياسر. شوف التفاصيل قدامك اهو واحده واحده كده. بص على المأمونيه بدات تستوي، بص عليها تمام. بدأت تعمل غليان، أدي قدامك الغليان، هنعمل إيه بص؟ أقلب فيها لحد ما حبيبات السميد اللي إحنا حمصناها تشرب اللبن. وأرجع هنا أهو للمهلبية. المهلبية بتاعتي خمس كوبايات من اللبن، كوباية من السكر، شوية ماء وردة أو ماء زهر، معلقة زبدة أو معلقة قشطة بلدي. معلقتين من النشا يا ياسر، بص يا ياسر معلقتين من النشا. احط لهم نص ربع كوبايه ميه ساقعه، ادوب النشا اللي انا هربط بيه المهلبيه، ادوبه زي ما انت شايف كل خطواتك كده كلها قدامك، ومتابعه المأمونيه ومتابعه المهلبيه. المهلبيه دي ادخلها تحت الشوايه عشان تاخد جراتان. تفاصيلك كده كلها قدامك اهو. على ما يغلي الخليط بتاع المهلبيه اللي هو ايه يا ياسر، خمس كوبايات لبن، كوبايه سكر،
شويه ماء ورده او ماء زهر او فانيليا ومعلقه قشطه بلدي او زبده كده جاهز كده عندي. تعالى اما نقعد نربط هنا في المأمونيه، تستعجليش عليها، اقعدي قلبي لحد حبيبات الايه السميت اللي انا حمصتها تشرب اللبن خالص وتعمل كثافه اكنها رز بلبن او مهلبيه. واحده واحده كده، طولي بالك، خطواتك كده كلها قدام. ارجع هنا اهوت للمهلبيه على ما دي تبدا تربط خالص، المأمونيه تبدا تربط. يبقى خطواتك كده عشان ادخل المهلبيه في الفرن تاخد جراتان. اول ما الخليط ده يغلي كده يا ياسر، تعالى كده اربط بقى، نزل النشا سرسوب خفيف زي ما انت شايف كده، سرسوب خفيف لحد ما يربط مع التقليب المستمر. تمام، بدا يربط 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 خالص قدامك اهو، عد ما يربط قدامك اهو، بدا يربط ويقلب عندك. بص المقلبيه يا ياسر، تمام اهو، تعالى بص كده، اول ما تقلب استوت صبها، تبرد تاخد سكر بودره تدخلها تحت الشوايه. تعالى بص التركات والحركات، تقلب عندك بتفاصيلك اهو، بتقلب بتغلي. يعني ايه بتقلب؟ يعني بتغلي قدامك اهو زي ما انت شايف كده يا ياسر. بص يا ياسر كده، بص بدأت تغلي تغلي يا جمالك، بص التفاصيل قدامك اهي. تمام زي ما انت شايف، تمام زي الفل. تعالى بقى يا ياسر نصبها في البايركس، وعندك هنا اهو المأمونيه، تعالى يا ياسر نصبها. بص العود بتاعها اهو، يا جمالك اسيبها تبرد. تعالى يا ياسر بقى اللي جنبها بارده، اللي جنبها بارده اهو، سيبها تبرد تاخد درجه حراره المطبخ. بعد ما تبرد سكر بودره، بعد ما تبرد سكر بودره، فرنك على اعلى درجه حراره والشوايه شغاله. تعالى كده اهو، تمام خد السكر البودره، تعالى يا ياسر ادخلها الفرن اعلى درجه حراره عشان تاخد جراتان. يا جماله ارجع للمأمونيه يا ياسر، تعالى شوف التفاصيل يا جمالك، يا حركاتك يا تكاتك يا تفاصيل. المأمونيه بدات تستوي، تعرف ازاي؟ هتبدا تتقل في ايديكي وانت كده بصي بتقلبي فيها اهو، بصي وانت بتقلبي فيها كده تفاصيلك كده قدامك اهو، تبدا تتقل 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 كده يا جمالك. واحده واحده كده اهو تقعد تتقل معاكي تحت ايديكي لحد ما تربط معاكي وتبقى زي الفل. تمام يا جمالك يا جمالك، تقلت تتقل، قلبي ما تستعجليش. المأمونيه عباره عن 5 كوبايات من اللبن، كوبايه سكر، شويه قرفه بودر، تدفى وبعد كده مع في وعاء اخر معلقه سمنه بلدي، نص كوبايه سميد تحمصيها، بعد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح تصبيها على اللبن اللي فيه السكر والقرفه وتقعدي تقلبي فيها لحد ما تربط خالص وتنشف، عشان لما تيجي تصبيها وتحط لها بقى زبيب، تحط لها جوز هند عليها من فوق، تبقى كل التفاصيل قدامك، مفيش اي حاجه محتاجاها. عملت لك الرز بلبن احلى من المحلات بتفاصيله وحركاته وتكاته، عملت لك السمولينا بودنج اللي هي البودنج بتاع صينيه البسبوسه، وبعد كده عملت لك المهلبيه فرن اللي هي كريمه الفرن ودخلتها الفرن تاخد جراتان، بص عليها، ومعلق لك على المأمونيه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. احتاري واختاري في ايام المذاكره والمراجعه عشان دروس ولادك وعشان امتحانات ولادك، تشوفي لهم تعملي لهم ايه؟ تعملي لهم رز بلبن بتاع المحلات، تعملي لهم السمولة بودنج، تعملي لهم كريمة الفرن أو المأمونية زي ما أنت عايز. أهم حاجة المأمونية ما ترفعهاش من على النار أو وما تبطليش تقليب، تقليب مستمر عشان تعمل ايه؟ تربط وتستوي، والحبيبات بتاع السميت اللي احنا حمصناها في السمنة البلدي تشرب اللبن كله اللي فيه السكر اللي مطعمينه بالقرفة البودر. تفاصيلك كده كلها قدامك أهو. تقليب مستمر عشان ما تلدعش،
وفي نفس الوقت حبيبات السميد تبدا تشرب اللبن وتتقل معاكي. حط عليها جوز هند، حط عليها زبيب زي ما انت شايف كده قدامك اهو، عليها شويه قرفه من فوق، كل اللي انت عايزاها اعملي ودلعي عيالك وظبطي الدنيا على ما يعدي ان شاء الله اللي شويه المشاكل اللي احنا فيها بتوع الكورونا، ان شاء الله يعدوا على خير علينا جميعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا جمال وحركات وتكات، استوت معايا تقليب مستمر، تقليب مستمر عشان اوريك العود وانا بصبها في البايركس او في الكاسات او في الفورم زي ما انت عايز. كل التفاصيل كده قدامك اهو، تقليب مستمر، تقليب مستمر، تعملي احلى مأمونيه في الدنيا بتركات وحركات الشيف حسن. طعامي بقى عايزه طعامي اللبن قبل ما تحطيه على السميد، تقدري تطعميه بالايه؟ قشطه، تقدري تطعميه بالزبده زي ما انت عندك فريش كريم، تقدري تعملي نص اللبن ونص فريش كريم زي ما انت عايز زي ما انت شايف. تعالى كده اهو، تمام؟ اهم حاجه يقلب، هتشوفوا دلوقتي قلب اهو يا ياسر، هو بص التقل وبص القلبان عليها جمالك وحركاتك كتكات. بص التفاصيل والحركات والحبيبات بتاع السميد بتاعتك، خش جواها شوف الحبيبات بتاعه السميد استوت ازاي بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك، تمام؟ تعالى كده اهو، ناخدها تاخد نفسها واصبها في الخليط بتاعه اهو عشان تشوف السميد، العود بتاعها قدامك اهو يا بطل يا جمالك يا جمالك. تشرب بقى عندك بقى ايه؟ دلع بقى شويه جوز هند مبشور، شويه جوز هند مبشور كده ودلع العيال. بعد ما عملت لك اربع انواع من الحلويات عشان تدلعي عيالك فيهم في ايام المراجعه عشان الامتحانات، عملنا الرز بلبن بتفاصيله وحركاته وتكاته، عملنا بودنج السميد، عملنا كمان مهلبيه الفرن، وعملنا كمان المأمونيه بتفاصيلها، لكن التركات والحركات لا ننساها، انتظروني.